فشو قلت يا ابن الناس؟ والله ما عم بفهم عليك وما بعرف شو قصدك. بس أنا ماني طالبة غير خيل وسلاح. ما حذرتي بنوب. اللي شوفي براسك، الوقت عم يمضى وقلبي مثل النار. لازم أعرف من البنت اللي بدها تصير حليلتي شو مبتغاها بالسلاح والخرطوش والخيل، لأنه الحاجات اللي عم تطلبيها بتلزم الرجال يا بنت الناس، وعند اللزوم كمان الحريم ما بتقصر. هذا الحكي وقت بتنفقد الرجال. كلام حمزة بمكانه يا عزيزي، طالما اتفقتوا على سنة الله ورسوله الكريم افتحي له قلبك واشرحي له شو وجعك. من آخره يا ابن الناس احكي. الخلاصة بدي خلص أبي من بين إيدين واحد ظالم. قبلت؟ قبلت، بس بشرط. شو هو؟ فوق السلاح والخيل والخرطوش رجال يقوم بهي القصة من بابها لمحرابة. القصة صعبة، ما بدي اتجن عليك. اسمعيني منيح يا بنت الناس، بعد ما خلص لك والدك راح اجي واطلبك حليلة على سنة الله ورسوله، وانت حرة رضيتي ولا رفضتي، مشان ما تقولي لا قدر الله حمزة ابو العباس مسكني من ايدي اللي بتوجعني. في حال رضيتي الروح بترخص لك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.